كابتن حسن، الحديث معاك مش هينتهي، ومش عاوزك تبص كل شويه في الساعه، لان احنا لسه قاعدين، لسه عندنا محطات كتيره جدا. كابتن حسن، وانت ومدير كوره وعضو مجلس اداره ونائب رئيس نادي ورئيس نادي، مين اللاعبين اللي انت شفتهم واعجبت بيهم وقلت دول هيكسروا الدنيا في النادي الاهلي؟ الله يرحمه صفوت. صفوت عبد الحليم، الله يرحمه. الله يرحمه صفوت عبد الحليم، كان عنده موهبة كبيرة. كان حاجة صفوت لمساته، كنت وانا بلعب، انا وهو بيلعب معانا في نفس المباراة يعني. نعم. كنت انا ببقى معجب بلمساته في الكورة، وما يجي الباص كورة، يجي يعمل ثرو باص، يجي بتلاقي حاجة سنتي بالملي. لا لا، حاجة جميلة. الله يرحمه يعني يا صفوت، الله يرحمه طبعا. مين تاني من اللعيبة يا كابتن؟ لا، في لعيبة طبعا زي كتيرة، كابتن خطيب مثلا. لا، احنا كنا بنتفرج عليه واحنا في الملعب، زمايله في الملعب. ايوه. طاهر الشيخ برضو كان عنده موهبة. انت بتتكلم عن المواهب. نعم نعم. ماشي. مواهب اللي هي لمساتهم للكرة كويسة، اللي هم كده يعني. مثلا في ناس مدافعين كويسين، زي مثلا كابتن فتحي مبروك، أحمد عبد الباقي، كابتن أحمد عبد الباقي كويس، مصطفى يونس كان. ما أنا لسه هقول لك، اللعيب اللي كان بيلعب جنبك كنت بتطمن قوي ليه؟ مين؟ إيه؟ اللعيب اللي لعب جنبك كنت بتطمن له قوي. كان في لعب مصطفى دي. يونس، وفي ماهر همام. هي المجموعة دي. وماهر همام، ماهر كان ممتاز برضه. يعني هي المجموعة دي ودي اللي حسن. كذا. وسمير. طبعا. دي كانت مجموعة متجانسة ومتفاهمة مع بعضيها، وكنا بنعرف نغطي بعضينا كويس. نعم. ونعرف نتفاهم مع بعضينا كويس كمان، يعني مش حكاية إن إحنا نغطي بعضينا. بتتكلموا تفاهم في الملعب كتير. يعني أنا والكابتن مصطفى يونس لازم كنا بنتفاهم في جوه الملعب والمباراة كويس. وانا كنت اكبرهم يمكن، فكنت كابتن مثلا كده. فكنت شايف وانا بلعب ديفندر وبلعب ليبرو يمكن، كاشف الملعب، فكاشف ليا رؤيه كمان كنا بنتفق عليها. يعني مش بنتفق عليها، ما انا بقولها بتلاقي ده فاهمها وده فاهمها وده فاهمها. نعم. فبنبقى جروب واحد، تفاهم في بنلعب في التيم.